بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب عيش الشعب وكجريمة ضد الإنسانية وفق المادة العملاء. بينما كان ينطق بحكم الإعدام بحقه، صرخ صدام حسين وسط المحكمة: يعيش الشعب، تعيش الأمة. لتبقى تلك الكلمات حاضرة في أذهان محبيه. وبينما كان القذافي يسحب من إحدى مجارير الصرف الصحي، كان يصرخ بوجه الثوار: لم أفعل لكم شيء. أما هتلر فاختار الموت بهدوء، بينما كانت قوات الحلفاء تحاصر برلين. وفي الوقت الذي كان سرطان الدم يأكل جسد حافظ الأسد دون هوادة، كان يعمل مع فريقه الخاص على رفع المزيد من الصور له في أنحاء البلاد وتعبيد الطرق لوصول ابنه لولاية العرش. مات حافظ وأعدم صدام حسين وقتل القذافي على يد معارضيه، واختار هتلر السم كنهاية لحياته. ومرت الأعوام طويلا على أسماء طغاة لن يكررهم التاريخ كثيرا. ورغم سقوط الصور وانهيار تماثيل التمجيد، تبقى تلك الأسماء حاضرة حتى اليوم ويتغنى بها محبيهم في كل مكان. يموت الطغاة كجسد، لكنهم لا يموتون من الحياة، فلماذا الطغاة لا يموتون؟ اصنع تماثيلا عملاقة واجعل صورك تظهر في كل مكان. اترك خلفك الكثير من الشعارات ونفذ مشاريعا ستبقى باسمك للأبد. وإن لم تجد مشروعا استولي على مشروع قديم، وبالتأكيد لا تنسى الدعاية الإعلامية المركزة. طرق وحيل يتبعها الطغاة ليرحلوا عن العالم كجسد، وتبقى سيرتهم تردد رغم كل الفظائع التي ارتكبوها. وهنا نعود لنقطة البداية. رغم مرور أكثر من 14 عاما على إعدامه، لا يزال الرئيس العراقي السابق صدام حسين أحد أكثر رؤساء العرب شعبية وأكثرهم جماهيرية ومحبين رغم رحيله. فكيف هذا؟ منذ وصوله لدائرة الحكم في سبعينيات القرن الماضي، عمل صدام حسين على تصدير نفسه كمنقذ للأمة، وفي ذات الوقت صانع نهضة العراق ومؤسس الدولة الحديثة. ففي بحث بسيط عن الأعمال والمشاريع تجد العشرات والعشرات التي تنسب لصدام حسين، يأتي على رأسها مشروع تأميم النفط العراقي الذي هو في الواقع لم يأتي بعهد صدام حسين بالتحديد. فمشروع التأميم بدأ من عام 1964، وذلك من خلال القانون 80 الصادر عن نظام عبد الكريم قاسم الذي ينص على حرمان الشركات الأجنبية من التنقيب، لكنه في الواقع لم ينفذ بسبب الانقلاب على نظامه. ورغم أن القرار طبق فعليا عام 1972، إلا أنه أتى في عهد الرئيس أحمد حسن البكر، وحينها كان صدام حسين لا يزال نائبا له. أما النقطة الأهم فتأتي بالهالة الإعلامية التي خلفها صدام لنفسه. فبينما كانت تضرب بغداد ويعاني جيشه الأمرين خلال حربه ضد الكويت، قرر إطلاق 39 صاروخا نحو إسرائيل، وتحدى العرب كلهم أن يكملوها للأربعين ليحافظ بذلك على نقطة قوة بقيت معه حتى اليوم. وبقي المثل يضرب بصواريخ صدام التي في الواقع لم تسبب الكثير من الضرر لتل أبيب لينجح من خلال مشروع مسروق، وصواريخ لم تحقق أهدافها إلى خلق سيرة لم تمحى من تاريخ الشعوب للأبد. أما هتلر الذي اختار السم كطريقة سهلة لإنهاء حياته، فترك أثرا لن يمحى لا اليوم ولا بعد الكثير من السنين. فالرجل الذي قتل ملايين البشر وتسبب في حرب عالمية غيرت وجه الكوكب نجح بزرع أفكاره حتى اليوم. فرغم مرور عشرات السنين على نهاية نظامه وحزبه، لا يزال الكثير من الموالين له متواجدين حتى اليوم، وخصوصا داخل ألمانيا، وذلك لأسباب عدة يأتي على رأسها المشروع الحلم لهتلر وهو الأوتوبان، أو شبكة الطرق السريعة التي أطلقها هو وتحولت إلى موضة
ومشروع تتسابق إليه الدول، فقد سبق هتلر الجميع بذلك المشروع الضخم. ورغم هشاشة الاقتصاد الألماني آنذاك وضعف الموارد الطبيعية، لكنه أوفى للشعب بتنفيذه. ومن بعدها ظهر لهم بصبغة المنتصر والمحرر، ففي الوقت الذي كانت تتقدم فيه قوات الحلفاء كانت إذاعة هتلر تذيع الانتصارات للشعب وتوزع مناشيرا تحض على قتل اليهود وحمل السلاح دفاعا عن أراضيهم. مشروع ضخم وبروباغندا فاتنة صاغت مسيرة هتلر من صعوده وحتى اللحظة. فرغم كل المجازر التي ارتكبها والحرب التي خلفها، ينظر الكثيرون لهتلر وحتى بعض العرب إلى أنه الرجل المحرر الذي خذله الجميع، والمثال الذي يجب أن يسير عليه الكثير من القادة. ومن ألمانيا إلى سوريا، حيث صعد حافظ الأسد للسلطة بعد انقلاب دموي على رفاقه، ومنذ اليوم الأول لوصوله فرض واقع الدولة والقبضة الأمنية، قمع للحريات وإقصاء للأحزاب ومواجهة لمعارضيه بالدبابات والقنابل. ومع هذا لم يهمل الأسد الأب الطرق التقليدية للطغاة، فافتتح فترة حكمه بالمشروع الكبير، حيث افتتح سد الفرات الضخم في العام 1972 الذي أمن الكهرباء لنسبة كبيرة من سوريا، وفي ذات الوقت أمن المياه للمزارعين على مدار العام. على الرغم من كونه سداً بني على أنقاض عشرات القرى والمنازل الذين لم يعوضوا، وأرسل من تحدث منهم إلى دهاليز الأمن والمخابرات، وليبقى اسمه حاضراً في المشروع الذي بدأ تنفيذه عام 1968. أطلق اسم الأسد على بحيرة السد، وبرر لسنوات الضعف الاقتصادي وجوع الآلاف بأنها من نتائج إنتاج مشروع ضخم سيعود بالفوائد للبلاد. ثم دخل حرب عام 1973، استعاد من خلالها بعض المناطق التي سلمت في الحقيقة من إسرائيل نفسها، التي أرادت البقاء في الجولان على حساب القنيطرة. ثم صدر للسوريين والعالم أنه صنع الجيش السوري وحقق انتصارات معه لا يمكن مسحها. ورغم أن الجميع يعرف أنه الدكتاتور الأكبر، لكنه نجح بتغيير الرأي العام وجذب المحبين له بحجج واهية ودعاية تمت على دماء السوريين. وفي ليبيا كان طريق القذافي واضحا، فقد وصل للسلطة وهو قائد للثورة، شاب طموح يسعى لبناء البلاد وترميم سنوات الحكم الملكي الفاشلة، لكن الشاب سرعان ما تحول لديكتاتور يثبت حكمه. فلم يقبل القذافي أن يكون القائد فقط، فبات المؤسس وملك الملوك والمحرر، وأصدر الكتاب الأخضر الذي تحول لأشبه بدستور للبلاد. ثم قرر إطلاق مشروع يتحدث عنه العالم للأبد، حيث كانت ليبيا تعيش حالة من الجفاف، وفي ذلك الوقت تملك مياها جوفية ضخمة، ليقرر حفر نهر صناعي من جنوب البلاد إلى غربها، ونجح جزئيا بذلك رغم هشاشة المشروع. ثم صدر للعالم أنه أنقذ الشعب الليبي، ما أكسبه جماهيرية وشعبية واسعة. ورغم أن الليبيين ثاروا على حكمه عام 2011 وأخرج من ثقب للتصريف الصحي، لكن القذافي بقي محبوبا لنسبة كبيرة من الشعوب، وينظر له اليوم أنه الخسارة الأكبر لليبيا رغم سنوات حكمه المظلمة والرعب الذي كانت تعيشه البلاد. يرحل الطغاة وتبقى أمجادهم الوهمية حاضرة للأبد بدعايات كاذبة أو مشاريع ضخمة، لم يخسروا قرشا واحدا من جيوبهم، وفي ذات الوقت لم ينفذوا شيئا بأيديهم، ومع هذا بقي لهم الفضل رغم عدم تدخلهم، لينجحوا بالجلوس على طاولة الطغاة الناجحين ويحتسون الشراب على دماء الشعوب كلها.